السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان طبعة 2022. إحنا في صفحة 26، سؤال رقم 32. أي من الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين المقاومة النوعية رو إي لمجموعة من أسلاك مواد مختلفة والتوصيلية الكهربية؟ لما نيجي نرسم العلاقة بين المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية، أنا مش عندي غير رسمتين اتنين. لو أنا هوصل مباشر لو هرسم مباشر بين المقاومة النوعية والتوصيلية، احنا عارفين العلاقة اللي بينهم علاقة عكسية، فبرسمها بالرسمة دي كده، دي العلاقة العكسية. وممكن أجي أرسم بين المقاومة النوعية ومقلوب التوصيلية الكهربية، يبقى ساعتها هتبقى علاقة طردية. يبقى لما أحب أسجل علاقة بين المقاومة النوعية والتوصيلية، في احتمالين: لو بين التوصيلية نفسها العلاقة عكسية، لو بين مقلوب التوصيلية يبقى العلاقة طردية. طيب ماشي، يبقى انا هنا عايز الرو اي والتوصيليه نفسها، يبقى العلاقه عكسيه، يبقى الاختيار رقم ا. السؤال 33: اي الاشكال البيانيه التاليه يعبر عن العلاقه بين التوصيليه الكهربيه لماده موصل ومساحه المقام؟ اذا كانت الرو اي بتساوي رال، فالتوصيليه بتساوي رال، ولكن هكتمه من المقام للبسط، وبالتالي رغم ان التوصيليه بتساوي ال على ار في ايه، الا انها لا تتوقف على اي حد من العوامل دهيا، التوصيليه تتوقف على نوع الماده ودرجه الحراره، وبالتالي انا هختار الاختيار رقم د. مهما زودت في مساحه المقطع، حتى انها توصيليه كهربيه مقدار ثابت، اللي يغيرها انك تغير نوع الماده او تغير درجه الحراره. السؤال رقم 24: اي من الاختيارات التاليه يوضح ما يحدث في المقاومه في الموصل عند زياده مساحه المقطع؟ احنا عارفين ان المقاومه الار بتساوي رو اي في ال على اي، فين مساحه المقطع في المقام؟ يبقى اذا العلاقه بين الار ومساحه المقطع علاقه عكسيه. فانت دلوقتي لو هتزود مساحه المقطع، لو انت هتزود مساحه المقطع، يبقى المقاومه هتقل لان العلاقه عكسيه. هلاحظ الاختيار ج و د بيقول تقل. طب ج بيقول تقل لان مقاومه الموصل تتناسب طرديا، لا انا لسه قايله عكسيا، يبقى ج مستبعده. د تقل لان مقاومه الموصل تتناسب عكسيا مع مساحه المقطع، ايوه هو ده الاختيار الصحيح. السؤال رقم 35: السؤال بيقول اذا كان طول السلك من النحاس اذا زاد طول السلك من النحاس للضعف ونقصت مساحه المقطع الى النصف، فايه اللي يحصل للمقاومه؟ احنا عندنا الار بتساوي رو اي في ال على الاي. ايه اللي حصل للرو اي؟ ما حصلش حاجه، الطول زاد للضعف، مساحه المقطع قلت للنص، مقام المقام بس تطلع دي كده تبقى 4، اذا هيزداد الى 4 امثال، يبقى الاجابه رقم ج. السؤال رقم 36: السؤال بيقول موصل منتظم المقطع طوله 20 متر، يبقى ال واحد بيساوي 20 متر، ومقاومته 108، ار واحد بتساوي 108، ماشي. وموصل اخر من نفس نوع المادة الموصل الاول طوله نفس النوع، يعني الرو اي واحدة، طوله 5 متر، يبقى طول التاني 5 متر، ماشي. ومساحة مقطعه 3 امثال مساحة مقطع الاول، يبقى ايه 2 بتساوي 3، ايه 1. عايز مقاومة الموصل التاني، عايز ار 2، تمام. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل نسبة بين ار 1 لار 2 عشان نجيب قيمة ار 2. طيب مش الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ تمام. لما اجي اعمل نسبة واكتبها بالرو اي، مش هو قال لي من نفس النوع، وبالتالي لما هكتب الرو اي في النسب هتطير مع بعض، يبقى مفيش داعي ان انا اكبر المسألة على نفسي، فخلينا نكتب النسبة بدلالة ال ال والاي، هما دول اللي اتغيروا. يبقى اقدر اقول ار 1 على ار 2، هكتب نسبة لل ال زي الار لان دي طردي، يبقى ال 1 على ال 2 في ال A عكسي A 2 على A 1، وعوض R 1 قيمتها 108، R 2 مطلوبة، L 1 قيمتها 20، و L 2 قيمتها كام؟ 5، L 2 5، في A 2 عبارة عن 3 A 1 على ال A 1، دي هتطير مع دي، وهنا كده فيها الأربعة، يبقى أنا عندي 12 على 1، أضرب طرفين في وسطين، R 2 في 12 يبقى 12 ار 2 بتساوي 108، 1 في 108 ب 108، يبقى ار 2 بتساوي 108 على 12 بتساوي 9 اوم. ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ج. السؤال رقم 37: ثلاث اسلاك نحاسيه اكس واي زد اطولها، يبقى انا عندي الاسلاك اهي اكس واي زد على حسب الترتيب، يبقى هنا اول رقم هنا 2 متر، وهنا 4 متر، وهنا 1 متر، على ترتيب. فإذا كانت مساحة مقاطع هذه الأسلاك متساوية، فأي من الأشكال التالية يعبر عن نسب المقاومة؟ ماشي، إحنا عندنا الـ R بتساوي رو إي في إل على إي. هو قال لي إن عندي مساحة المقاطع واحدة ومن نفس المادة، فبالتالي الـ R فيها ليها تناسب طردي مع الطول، وبالتالي نسب الأطوال هي نسب المقاومات.
يبقى النسبة اللي انت هتعملي بيها طول واحد لأربعة لاتنين دي هي هتبقى نسب المقاومات. طيب مين اللي هيبقى له نسبة أكبر؟ السلك واي. طيب أدام السلك واي له طول أكبر يبقى ليه مقاومة أكبر. هبص على الاختيارات اللي عندي، أبص في الاختيار رقم د ألاقي بيقول لي إن الإكس هي اللي ليها أكبر مقاومة، يبقى خلاص دي مستبعدة من غير ما أكمل. هنا الواي أكبر ما يمكن يبقى دي معانا، أما هنا الزد أكبر ما يمكن لأ دي مستبعدة. الألف الواي أكبر ما يمكن دي معانا تمام. طب يبقى أنا بختار ما بين ألف وجيم، أنا عايزة بقى إن الواي دي 4 والإكس دي 2، يعني الواي ضعف الإكس. هنا الواي ضعف الإكس لأ، ده هنا الواي واخدة 1 2 3 4 4 خانات والإكس واخدة خانة واحدة، مش تنفع. يبقى دي هنا واخدة 1 2 3 4 4 مربعات وهنا الإكس مربعين، يبقى دي ضعف. طيب هل الإكس ضعف الزد؟ الإكس ب2 والزد ب1. طيب نشوف كده، دي واخدة مربعين ده واخدة مربع واحد، يبقى كده مظبوط، يبقى الاختيار الصحيح رقم أ. السؤال رقم 38، الجدول المقابل يوضح قيم مختلفة للأطوال ومساحة مقاطع المقاومات ومقاومات نوعية الأسلاك مصنوعة من مواد مختلفة، فإن هذه الأسلاك، وبيسألني عن الأسلاك. طيب أو أرجع للجدول هلاقي مديني المقاومة النوعية، بس بيقول المقاومة النوعية مضروبة في 10 أس 4، يعني الرقم ده أو ده أو ده أو ده مضروب في 10 أس 4، وهنا المساحات المقاطع بس بسنتيمتر مربع، يعني لما أجي أستخدمها أضربها في 10 أس 4 عشان أحول من سنتيمتر مربع لمتر مربع. هنا الطول بالمتر عادي تمام. أنا هنشأ خانة كمان زيادة وأحسب فيها R1 وأحسب فيها R2 وأحسب فيها R3 وأحسب فيها R4 عشان أجهز للأسئلة اللي بيسألني عليها. أجيب R1 إزاي؟ رو إي أهي، بس ما انساش دي 5% في 10 أس 4، رو إي في ال اللي قيمتها كام؟ 10، مش محتاجة تحويل، على ال A اللي هي كام؟ 1 من 10 في 10 أس 4 عشان أحولها، يبقى هتطلع R1 قيمتها 5 أوم، وهتطلع R2 قيمتها 2.5 أوم، وهتطلع R3 قيمتها 25 أوم، R4 5 من 1000 أوم. تمام نشوف الأسئلة. مين في دول، مين في الأسلاك دي، 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، يمر به تيار كهربي شدته 2 أمبير لما بيكون فرق الجهد بين طرفيه 5؟ مش احنا عندنا ال R بتساوي V على I، ال V قيمتها 10 والتيار 2 يبقى 5 أوم، يبقى انت عايز السلك اللي مقاومته 5 أوم، ده السلك رقم 1، يبقى هقول السلك رقم 1، يبقى الاختيار هنا رقم ألف. نشوف السؤال التاني، مين اللي بيعطي كمية حرارة أكبر من باقي الأسلاك عند مرور نفس التيار؟ خلي بالكوا نفس التيار دي مفتاح للسؤال، بمعنى أنا عندي الطاقة الحرارية عبارة عن I تربيع في R في T، وبرضه بيساوي V تربيع على R في T، أنا هختار أنهي قانون؟ هختار اللي قال لي فيه التيار ثابت، عشان لما قال لي التيار ثابت وقال لي كمان الزمن ثابت، وبالتالي اللي هيدي طاقة حرارية أكبر اللي مقاومته أكبر. مين هنا مقاومته أكبر؟ اللي مقاومته أكبر اللي هو 25 سلك 3، يبقى أنا هقول السلك 3 أو السلك، الإجابة رقم في السؤال رقم 2 السلك 3 الاختيار رقم ج هو اللي بيعطي كمية حرارة أكبر. طيب رقم 3، مين اللي بيعطي قدرة حرارية أقل من باقي الأسلاك؟ الباور بيساوي في تربيع على R، والباور برضو بيساوي I تربيع في R، هستخدم أنهي قانون؟ هو قال لي مين اللي ثابت؟ قال لي لما هوصل كل منهما بنفس فرق الجهد، يبقى هو هيثبت فرق الجهد، يبقى استخدم القانون اللي فيه فرق الجهد، عشان لما اثبت فرق الجهد اقدر اوصل لعلاقة عكسية بين القدرة والار، فانت عايز تحصل على قدرة اقل يبقى لازم الار تكون اكبر، دي علاقة عكسية اهي، لازم استخدم السلك اللي مقاومته اكبر، يعني ومين السلك هنا اللي مقاومته اكبر؟ برضو السلك رقم 3، يبقى انا الاجابة هنا رقم ج السلك 3. السؤال رقم 29، سلك من الحديد طوله، يبقى انا معايا طول السلك 3.14 متر، نصف القطر 5 من 10، بس دي ملي متر، فانا بضرب في 10 سالب 3 عشان احول من ملي متر لمتر، وصلة بقطبي بطارية قوتها الدفع الفي باتري قيمتها 5 فولت. اذا علمت ان المقاومة النوعية الرو اي 10 أس سالب 7 أوم في متر، فإن شدة التيار المرة في السلك وقال لي الباي ب3.14، وعايز التيار، هبدأ من الآخر، الآي تساوي في على آر، الفي موجودة، الآر مش موجودة، يبقى أنا عليا أجيب الآر عشان أقدر أوجد الآي، الآر بتساوي رو إي في إل على إي، تمام، الرو إي بكام؟ ب10 أس سالب 7، والإل بكام؟ ب3.14، طيب والإيه؟
الايه هو مديل نصف القطر، بقول باي باي ار تربيع، الباي بتلاتة واربعتاشر من مية، والار بنص في 10 اس سالب 3 الكل تربيع، عشان هو عايز ار تربيع. هتطلع قيمة الار باربعة من عشرة اوم. خلاص جبت الار، اروح بقى هنا اجيب الاي، هقول له الفي باتري قيمتها 5 على 4 من 10، هيبقى عندي الناتج 12.5 امبير. ادور في الاختيارات الاقي الاختيار رقم د 12.5 امبير. السؤال رقم 40، الشكل المقابل يوضح دائرة كهربية غير كاملة، فإذا كان لديك أربعة أسلاك من نفس المادة ومختلفة في الطول والسمك، تم توصيل كل منها على حدة بين النقطتين X و Y، فإن الأميتر تكون له أكبر قراءة عند توصيل السلك النهون. طيب ماشي، إحنا دلوقتي عايزين أكبر قراءة، أكبر قراءة للأميتر يعني أقل مقاومة. طيب والمقاومة الار بتساوي رو اي في ال على الاي. اقل مقاومة تتحقق ازاي؟ باقل بسط، اقل بسط واكبر مقاومة، لان البسط مع المقاومة علاقة طردية، فانت عايز اقل مقاومة يبقى اقل طول واكبر مساحة مقطع. طيب لما يقول لي هنا السلك طويل، يبقى دي مستبعدة من غير ما اكمل، هي الف وب مستبعدة، اجي عند جيم قصير وقصير تمام، بس انا عايزة بقى المقام يبقى اكبر ايه؟ اكبر في مساحة المقطع. يبقى هنا قصير وسميك ولا قصير ورفيع؟ لا يبقى قصير وسميك، يبقى الاجابة رقم ج. نشوف السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل اطوال ومساحات مقاطع اربعة اسلاك مصنوعة من نفس المادة عند درجة الحرارة، فاذا وصل كل منها بنفس فرق الجهد فان الترتيب الصحيح للاسلاك من حيث شدة التيار. عايزني ارتب من حيث شدة التيار، طب هعمل ايه؟ انا عندي بيانات على الاسلاك خاصة بمساحة المقاطع والأطوال، هذه البيانات تمكنني من حساب مين الأكبر في المقاومة والأصغر في المقاومة، فأنا هرتب من حيث المقاومات، وبعدين أعكس ترتيبي، يبقى ده ترتيب التيار، لأن التيار عكسي مع المقاومة. طب تعالوا كده نجيب مقاومة السلك إيه، مقاومة السلك إيه رو إيه، طول السلك إيه ال، ومساحة المقطع 2 إيه، يبقى ده عبارة عن نص رو إيه في ال على إيه. طب عايزين نجيب كده الار للسلك بي، هيبقى رو اي طول السلك بي ال على مساحة مقطع السلك بي ايه، يبقى ده عبارة عن رو اي في ال على ايه. طيب نشوف السلك سي، رو اي طول السلك 2 ال ومساحة المقطع ايه، يبقى ده عبارة عن 2 رو اي في ال على ايه. تعالوا نجيب مساحة مقاومة السلك دي، رو اي في طول السلك دي 2 ال ومساحة المقطع 2 ايه، يعني رو اي في ال على ايه، على اساس ان دي هتطير مع دي. تعالوا نرتب مين اكبر مقاومة هنا، ده 2 اكبر حاجة، يبقى السي في المقاومة اكبر من، ماشي اكبر من مين بقى؟ اكبر من البي والدي، الدول قد بعض، ده رو اي ال على ايه وده رو اي ال على ايه، دي نص، لا دول قد بعض، يبقى انا هقول ان السي هتبقى اكبر من الدي وبتساوي البي، وطيب ماشي، ودول هيبقوا اكبر من مين؟ اقل حاجة فيهم المقاومة بتاعت السلك ايه، ايه، يبقى انا كده رتبت من حيث المقاومة. لما اجي ارتب من حيث التيار بقى هكتب كده سي واعكس العلامة، اعكس العلامة، اضاف الاختيارات على حاجة زي كده، هلاقي عندي الاختيار رقم ب اهو، سي اقل من دي بيساوي البي اقل من الاي. السؤال رقم 42، في الدائرة الكهربية المقابلة بتغيير موضع الزغلق من الموضع اي الى الموضع بي، في اي من الاختيارات التالية يوضح ما يحدث بالدائرة. لو انا شديت، بصوا كده معايا، ده الزغلق اهو، في هنا سلك وفي طرف ليه الريستات في الهواء، الطرف اللي في الهواء ده بيخلي لي الجزء ده يتلغي. طب لما انا احرك الريستات لحد هنا مثلا، يبقى انا لغيت الجزء كبير وخدت جزء صغير، يبقى انا لما احرك الريستات من الموضع A للموضع B، يبقى انا بستغنى عن السلك اللي متعرض للهواء، وبالتالي انا كده قللت الطول بتاع السلك، يعني قللت المقاومة. يبقى ايه اللي حصل لطول السلك؟ طول السلك هيقل. طب وشد التيار هتزيد، لان طول السلك لما هيقل يبقى المقاومه قلت، وادام المقاومه قلت يبقى التيار هيزداد، يبقى الاجابه الصحيحه الاجابه رقم ج، طول السلك يقل وشد التيار تزداد.
طبعا في صفحة كاملة عن الريوستات وطريقة استخدامه، انا حليتها في كتاب الدليل. ممكن ان شاء الله اسيب لكم المقاومة المتغيرة والريوستات في صندوق الوصف بإذن الله. السؤال رقم 43، إذا علمت أن المقاومة النوعية للنحاس، يبقى أنا معايا المقاومة النوعية للنحاس، معايا الرؤي ب1.8 في 10 أس سالب 8، فأي من الأسلاك التالية يمثل سلك النحاس مساحة مقطعه؟ عايز مساحة مقطع قيمتها كام؟ 10 مم مربع. تمام، هعمل إيه؟ هجيب مساحة مقطع سلك ألف والسلك ب والسلك جيم والسلك دال، واشوف مين فيهم اللي هيحقق لي اللي هو عايزه. تمام، طيب انا عندي الار بتساوي رو اي في ال على الاي، يبقى الاي مساحة المقطع، اجيب دي هنا ودي هنا، يبقى رو اي في ال على الار. تمام، تعالوا بقى نعوض، نجيب بمساحة مقطع السلك الاولاني السلك الف، الرو اي بكام؟ ب1.8 في 10 أس سالب 8، ماشي. والطول بكام؟ الطول ب10 متر، مش عايزة تحويل، على المقاومة النوعية، قصدي المقاومة العادية، ما هو في المقام المقاومة بكام؟ 1.8 في 10 أس سالب 8، دي هتطير مع دي، هيطلع الناتج 10. في ناس هتستعجل وتقول لك هي دي الإجابة، يختار ألف، خطأ. بص كده، هنا عايز الطالب المركز، دي مش 10 متر مربع، دول 10 ملي متر مربع، فأنا المفروض أحول، أنا جبت 10 متر مربع، عايز أحول من متر مربع لملي متر مربع، احولها ازاي؟ بصوا، احنا بنحول من المتر للملي متر ازاي؟ مش دي وحدة كبيرة؟ يعني بضرب في 10 أس 3 بالموجب، لان انا بحول من كبير لصغير. طيب ماشي، طب لو انا عايز احول من متر مربع لملي متر مربع، زي ما ربعت دي اربع التحويلة، يبقى احنا عشان كده لازم نضرب في 10 أس 6. طبعا 10 ضربتها في 10 أس 6 مش هتطلع الرقم ده ابدا، مش هيطلع 10 ملي متر مربع. طيب اختبر كده الرقم ب، هقول ان مساحة المقطع بتساوي عندي الرو اي، الرو اي قيمتها 1.8 في 10 أس سالب 8 في ال 10 متر على، تمام، 18 من 1000، هيطلع عندي الناتج بكام؟ هيطلع الناتج ب10 أس سالب 5، بس كده متر مربع، هحوله، هقول 10 أس سالب 5، هضرب في 10 أس 6 عشان أحول من متر مربع لملي متر مربع، هيطلع الناتج 10 ملي متر مربع، يبقى هي دي الإجابة، يبقى الإجابة رقم ب. السؤال رقم 44، سلك طوله 200 متر، يبقى الطول 200 متر، والمقاومة النوعية الرو اي 3.14 في 10 أس سالب 7 أم في متر، يمر خلاله عدد الإلكترونات 2 × 10^19 إلكترون خلال ثانية واحدة، الزمن 1 ثانية، عند توصيله بمصدر كهربي في باتري قوة الدفعة 64 فولت، فإن نصف قطر مقطع السلك بيساوي قد إيه؟ علما بإن الباي بيساوي 3.14. عايز نصف قطر مقطع السلك، ألاقي نصف قطر مقطع السلك فين؟ في مساحة المقطع، ومساحة المقطع ألاقيها فين؟ ألاقيها في المقاومة، يبقى أنا عايزة المقاومة. الار بتساوي في على اي، الفي ب64، الاي ما عنديش، هروح اجيبها، هقول ان الاي بتساوي ان في اي على تي، الان بكام؟ عندي عدد الالكترونات ب2 في 10 أس 19 في شحنة الالكترون 1.6 في 10 أس سالب 19 على ثانية واحدة، هيطلع الناتج 3.2 امبير، اكتب هنا 3.2، تطلع قيمة الار ب20 اوم. تمام، هاجي هنا اعوض، اقول الار بتساوي رو اي في ال على باي ار تربيع، هجيب الار تربيع هنا والار هنا، يبقى الار تربيع بتساوي رو اي في ال على باي في ار. تمام، انا عايز الار بس، يبقى الار بتساوي جذر رو اي في ال على الباي في الار، وعوض تعويض مباشر، الرو اي بكام؟ 3.14 في 10 أس سالب 7، والطول بكام؟ ب200، والباي ب3.14، والار احنا جبناها ب20، تطلع الار بتساوي 10 أس سالب 3 متر، اضاف الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ج. السؤال رقم 45، سلكان من نفس المادة، يبقى الرو اي واحدة، طول السلك الثاني، طول السلك الثاني ضعف طول السلك الاول، وقطره، قطر الثاني يعني القطر دي 2 بتساوي نصف قطر السلك الاول. طب ده معناه ايه؟
طبعا انت عارفين ان القطر عبارة عن 2 من نصف القطر، يبقى شيل القطر ده واكتب 2 ار 2 تساوي ار 1. تمام، فان النسبة بين مقاومة السلك التاني الى مقاومة السلك الاول، عايز ار 2 الى ار 1. طيب احنا هنحسبها ازاي؟ احنا عندنا الار بتساوي رو اي في ال على باي ار تربيع. لما اجي اعمل نسب للار مش هكتب الرو اي لانها واحدة فهتطير، والباي هتبقى واحدة هتطير، هعمل النسب بالال ومربع نصف القطر، بس اراعي ان ال طردي ومربع نصف القطر عكسي، وبالتالي هتبقى ار 2 على ار 1. تعالوا نرص ال طردي زي ما دي. انا ليه انا كل مرة ببدأ بار 1 على ار 2؟ هنا عكست عشان اجيب المطلوب مرة واحدة، يبقى هرص ال زي بكيفية رص الار، يعني هنا ال 2 على ال 1 في الار العكس، هنا ار 2 تبقى هنا ار 1 تربيع وهنا ار 2 تربيع، واعوض ال 2 بكام؟ ال 2 ب 2 ال 1 على ال 1 في ار 1 اهو، ار 1 ب 2 ار 2. طب بس انا عايزه ار 1 تربيع، يبقى ربع المقدار ده، يبقى 4 ار 2 تربيع على ار 2 تربيع، دي تطير مع دي ودي مع دي تطلع 8 ل 1. يبقى ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ب 8 الى 1. السؤال رقم 46، سلكان من النحاس طول احدهما، يبقى واحد منهم طوله 10 متر والكتلة ب1/10 كيلوغرام. تمام، وطول الاخر التاني الاتنين بتساوي 40 متر والكتلة الام للتاني ب2/10 كيلوغرام. عايز النسبة بين المقاومتين، عايز ار 1 على ار 2. تمام، السلكين دول من النحاس يعني المقاومة النوعية واحدة، خلاص انا هكتب النسب بالال والاي، هنا ار 1 يبقى ال 1، هنا ار 2 يبقى هنا ال 2، في عندنا اي 2 على اي 1 هنرص الاي عكسي. تمام، طيب ماشي، احنا عايزين نجيب النسب دي. انا عندي ال 1 وعندي ال 2 لكن الاي مش موجودة، مين الموجود؟ الكتل. طب يبقى ده معناه ان الاي تمشي ويجي مكانها الام. طيب احنا عندنا ال A موجودة في الفول، الفول بيساوي A في L. تمام، يبقى احنا عندنا ال A بيساوي فول على L. ماشي، طيب انا عندي فين بقى الكتلة؟ الكتلة هنرجع لقانون الكثافة، الرو بيساوي M على فول، صح كده؟ تمام، القانون ده من ثانية ثانوي، الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. طيب خلينا كده نكمل، الرو بيساوي ادي الام وفك الفول الاي في ال، الفول حجم السلك على شكل اسطوانه، يبقى الاي في مساحه المقطع في طول السلك. تمام، انا دلوقتي عايزه مين؟ عايزه ال ولا عايزه الاي؟ لا عايزه الاي، لان انا عندي ال موجوده قيمتها لكن الاي مش موجود. تمام، اجيب الاي هنا واجيب الرو مكانها، يبقى الاي بتساوي ام على رو في ال. تمام، لو انا عايزه اعمل نسبه زي دي اهي، اي 2 على اي 1، بصوا كده A 2 على A 1، هرص ال M طردي، يبقى M 2 على M 1. الرو مش هرصها لأنها مادة من النحاس وكثافة النحاس واحدة، ال L بقى هتترص عكسي، يبقى هنا L 1 على L 2، ده اللي أنا هعمله مكان A 2 على A 1، أجيبه هنا، يبقى R 1 على R 2 بتساوي ال 1 على ال 2 تنزل زي ما هي، ايه 2 على ايه 1 هي هنعوض عنها بالمقدار ده، ام 2 على ام 1 في ال 1 على ال 2، ال 1 في ال 1 في ال 1 تربيع، يبقى ار 1 على ار 2 بيساوي ال 1 تربيع على ال 2 تربيع في ام 2 في ام 2 على ام 1. تمام، ال 1 عندي بكام؟ ب10، واربع ادي 100، دي تربيع ودون 10، ال ال دي ب10 بربعها تربيعه ال 10 100. طب وال ال 2 40، بس دي انا عايزه تربيعها، يبقى تربيعه الصفر صفرين وال 4 16. ماشي، في ام 2 بكام؟ ب2 من 10، وام 1 بكام؟ ب1 من 10، تطلع معايا النسبه عباره عن 1 على 8 بالآلة الحاسبة، ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم د 1 ل 8. نشوف السؤال 47، في الشكل المقابل موصل كهربي على شكل متوازي مستطيلات مصمت، يكون توصيل أي زوج من الأوجه المتقابلة له
بمصدر كهربي وتمثل مسارات 1 2 3 الاحتمالات الممكنة لمرور تيار كهربي خلال الموصل. أي هذه المسارات يمثل مقاومة أكبر لمرور التيار الكهربي؟ طبعا في مسألة أو في فيديو أنا عملته مخصوص خاص بالمقاومة خلال متوازي المستطيلات، هحاول إن شاء الله أسيبه لكم في صندوق الوصف. هنا احنا عندنا أبعاد المتوازي المستطيلات 3 أبعاد، وبالتالي هو ليه 3 مقاومات، عندنا ال L وال 2 L وال 3 L. أنا عايزة أكبر مقاومة، مش الأرض دي عبارة عن رو إي في L على إيه؟ تمام، عشان أحصل على أكبر مقاومة يبقى أنا محتاجة أكبر بسط وأقل مساحة، فأنا هخلي مين الضلع الكبير؟ يبقى ده لازم يبقى الطول، ده كده لازم يبقى الطول، والضلعين الصغيرين دول يبقوا المساحة. يبقى مين اللي يحقق لي الكلام ده؟ المسار 1 هيبقى الطول فيه 3L، والمخرج أهو هيبقى المساحة 2L في L. يبقى أنا هختار الاختيار رقم ألف. السؤال رقم 48، عند زيادة طول موصل للضعف ونقص مساحة مقطعه للنصف، فإن المقاومة النوعية لمادته، لا، المقاومة النوعية تتوقف على نوع المادة ودرجة الحرارة، ليس لها علاقة بالطول أو مساحة المقطع، فهختار لا تتغير، الاختيار رقم ده. 49، سلك طوله 106، ال L بتساوي 106.3 سنتي، هضرب في 10 وسالب 2، تمام، ومساحة المقطع، مساحة المقطع 1 بس ملي متر مربع، عشان كده هضرب في 10 أس سالب 6 عشان أحول من ملي متر لمتر مربع. يبقى أنا دلوقتي عندي الملي متر بيساوي 10 أس سالب 3 متر. طب لو ملي متر مربع هيساوي كم متر مربع؟ يبقى ربع دي، يبقى 10 أس سالب 6، تمام. فعايز المقاومة النوعية، هقول له الرو اي بتساوي رول، تمام. الار عندي هنا قيمتها كام؟ قال لي الار قيمتها 1 اوم، تمام. يبقى هعوض عن الار بواحد، وهعوض عن مساحة المقطع ب10 أس سالب 6، وهعوض عن الطول ب106.3 × 10 × 10 أس سالب 2. هتطلع قيمة المقاومة النوعية 9.41 × 10 أس سالب 7. هدور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ألف، 9.41 × 10 أس سالب 7. هيطلب مني بعد كده التوصيلية الكهربية، التوصيلية الكهربية بتساوي مقلوب المقاومة النوعية. يبقى أنا هقلب الرقم ده 1 على 9.41 × 10 أس سالب 7، هتطلع الناتج 1.06 × 10 أس 6، تمام كده. أدور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم د، 1.06 × 10 أس 6 أوم سالب 1 متر سالب 1. السؤال رقم 50، عندنا سلكان اكس واي من مادتين مختلفتين لهما نفس المقاومة، يبقى ار 1 بتساوي ار 2، يبقى ار 1 بتساوي ار 2. طول السلك اكس، طول السلك اكس بيساوي ضعف طول السلك واي، ضعف طول السلك واي، ماشي، ونصف قطر السلك اكس، ار اكس بيساوي ضعف نصف قطر السلك واي، ضعف نصف قطر السلك واي، تمام. فان النسبة بين المقاومتين النوعيتين لمادتي السلك اكس الواي على الترتيب بتساوي ايه؟ طبعا المادتين مختلفتين اكيد هيبقى في نسب المقاومات النوعية. طب اكتب النسب ازاي؟ تبع القانون الرو اي بتساوي رول، تمام. لما اجي اكتب النسب هكتب النسب ازاي؟ اول حاجة مش هكتبها بدلالة الار، لان قال لي ار 1 بيساوي ار 2، فالار هتطير في النسب، والايه هفكها لباي ار تربيع وهسيب ال هنا، وبرضو مش هكتب النسب بالباي لان الباي مقدار ثابت فهيطير في النسب. طب انا هكتب الرو اي بنسبة ايه؟ بمربع نصف القطر، وده طردي، والال هنا عكسي، يبقى انا هرص النسب بالكيفية دي، يعني هقول رو اي اكس على رو اي واي. نبدأ بالار مثلا، عندي هنا الار طردي، يعني قدام، بس ده مربع خلي بالكم، قدام رو اي اكس هكتب ار اكس تربيع، وقدام رو اي واي هكتب ار واي تربيع، تمام. في ال عكسي، يبقى هنا قدام الاكس هكتب ال واي، وهنا ال اكس، تمام. تعالوا نعوض الار، الار اهي الار اكس بتساوي 2 ار واي. طب انا عايز اربع المقدار ده، يبقى 4 ار واي تربيع على ار واي تربيع، في ال واي هسيبها ال واي، هشيل ال اكس واكتب 2 ال واي، دي هتطير مع دي ودي هتطير مع دي، 4 على 2 عبارة عن 2 لـ1، تمام. نشوف السؤال اللي بعده، اللي يبقى الاختيار عندي هنا الاختيار رقم د. نشوف السؤال اللي بعده، إذا زاد نصف قطر السلك معدني إلى الضعف
وناقص طوله النصف. إن التوصيلية الكهربية لمادة هذا السلك، هنقول التوصيلية الكهربية تظل ثابتة، التوصيلية الكهربية تتوقف عن نوع المادة ودرجة الحرارة، ليس لها علاقة بنصف القطر أو العوامل الموجودة في القانون. طب السؤال اللي بعده، الشكل البياني يمثل العلاقة بين مقاومة السلك والطول. فإذا علمت أن مساحة المقطع، عندي مساحة المقطع بتساوي 1/10 في 10^4 عشان أحاول سنتيمتر مربع لمتر مربع، عايز أول حاجة المقاومة النوعية لمادة هذا السلك بتساوي إيه. تمام، هجيب المقاومة النوعية إزاي؟ أنا الأول حاجة هجيب الميل وأشوف إيه علاقة الميل بالمطلوب. يبقى هنجيب الميل ونشوف إيه علاقة الميل بالمطلوب. ميل الشكل دون هنجيبه ازاي؟ ها هنكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي الار بيساوي رو اي في ال على الايه. هنشطب على الصادات، هنشطب على السينات. في حد ما شطبناش عليه معامل السينات؟ ايوه هو ده الميل. يبقى الميل عبارة عن رو اي على الايه. طيب هو طالب مني الرو اي، يبقى الرو اي بيساوي الميل في الايه. طيب الميل نجيبه ازاي؟ الميل ادام بادئ من نقطة الاصل يبقى اخد نقطة على نقطة، 15/30 بنص، يبقى انا عندي هنا نص. طب ومساحة المقطع 1/10 × 10^4، هيطلع عندي الناتج 5/10^6 اوم في متر. ادور على الاختيار ده، 5/10^6، هلاقي الاختيار رقم ب. عايز مقاومة السلك الذي طوله 25 بتساوي ايه؟ هنيجي هنا على الرسم، ادام اللي الطول موجود على الرسم يبقى نرجع للرسم. فين ال 25؟ اهو ده الطول، مقاومة السلك اللي طوله 25. نيجي عند ال 25 نطلع لحد ما يحدث تقاطع، وبعدين هنيجي كده نعدي هنلاقي نفسنا في نص المسافة بين ال 10 وال 15، يعني تقريبا 12 ونص. يبقى الإجابة هتبقى رقم ج 12 ونص. سؤال رقم 53، مجموعة من الأسلاك مصنوعة من نفس المادة، طول كل منها 12 متر، والشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين المقاومة R لهذه الأسلاك ومقلوب مساحة مقطع كل منها، فعايز التوصيلية الكهربية. هل التوصيلية الكهربية اللي بيطلبها مني موجودة على المحاور؟ لا. يبقى في الحالة دي هعمل ايه؟ هجيب الميل واشوف علاقته بالمطلوب. بجيب الميل ازاي؟ اكتب القانون بس بشرط العصادات قبل يساوي. يبقى ال R بيساوي رو E في L على E. تمام، سيب ال في مكانها وال في مكانها، شيل الرو اي واكتب مكانها 1 على التوصيليه، يبقى اصبح ده القانون. تمام، اشطب على الصادات، اشطب على السينات اللي هي 1 على ايه. فين معامل السينات اللي انت ما شطبتش عليه؟ ال على التوصيليه. يبقى الميل عباره عن ال على التوصيليه. طيب ال قيمتها بكام؟ قال لي 12 متر، وادي التوصيليه مجهوله. طب اعرف الميل؟ اه هنجيب الميل من على الرسم. ازاي؟ هنعمل مثلث وهنشوف ده مش بادئ من نقطة الأصل، فهنعمل مثلث وبعدين هناخد الضلع ده على الضلع ده. الضلع ده ماسك من فين لفين؟ أهو من 6 لحد 12، يبقى أقول 12 ناقص 6. أبص على المحاور دي مضروبة في حاجة أو عايزة تتحول؟ لأ. طيب أخد أشوف الضلع ده واخد من فين لفين؟ الضلع ده واخد من 2 لحد 4، يبقى نقول 4 ناقص 2، ماشي. بس هضربه في حاجة، إيه هي بقى؟ المحاور دي مضروبة في 10^6، يبقى أي رقم من الأرقام دي نضرب في 10^6. تمام. طيب هنجيب من هنا الميل، هيطلع عندي الميل قيمته حوالي 3 × 10 × 3 × 10^6. تمام، هنيجي هنا نعوض 3 × 10^6 بيساوي 12 على 6، 12 دي 12 على التوصيلية، 12 على التوصيلية. يبقى التوصيلية بتساوي 12 على 3 × 10^6، كده فيها الأربعة، يبقى عندي 4 × 10^6. يبقى الناتج 4 × 10^6، ادور في الاختيارات هلاقي الاختيار رقم ج. طيب عايز مقاومة سلك من نفس المادة له نفس طول السلك ومساحة مقطعه 25/10. طيب اولا مساحة المقطع موجودة بس مقلوبها، والمقاومة موجودة على المحاور. ادام المقاومة موجودة على المحاور يبقى اجابة السؤال ده من على الرسم. طب هعملها ازاي بقى؟ اول حاجة انا عندي المساحة دي احولها، يبقى عندك ال 25 ادي 0 دي العلامه، هضربها في 10^4 عشان تبقى بالمتر مربع. تاني حاجه هقلبها، هقول 1/25/10^4 عشان اجيب مقلوب مساحه المقطع. ليه بجيب مقلوب مساحه المقطع؟ لان اللي موجود عندي في الرسم البياني مش مساحه المقطع، ده المقلوب.
هيطلع كام؟ هيطلع 4 × 10 أس 6. طيب اجي بقى هنا ادور على 4 × 10 أس 6، الاقي النقطة اهي، همشي من النقطة 4 لحد ما يحدث تقاطع مع الخط. حدث تقاطع هحوت كده، هلاقي نفسي رحت عند المقاومة اللي هو بيسألني عنها، اللي هي قيمتها كام؟ 12. يبقى الإجابة هتبقى رقم جيم 12. السؤال رقم 54، سلك طوله 30 متر ومساحة مقطعه، السلك طوله ال 30 متر ومساحة المقطع 3 × 10 × 10 أس سالب 4، والصلة في دائرة مغلقة مع مصدر تيار مستمر وأميتر مقاومته مهملة، فإذا كان شد التيار مر في السلك التيار بيساوي 2 أمبير، فرق الجهد 8 من 10 فولت. فعايز التوصيلات، أولا أنا معايا الفي والآي، ممكن أجيب منهم الآر، يبقى الآر بيساوي في على آي، يعني 8 من 10 على 2 بيساوي 4 من 10. أوه تمام، هو بقى عايز مني التوصيلية. حاضر، التوصيلية بتساوي رول، بس بنبدأ بالمقام عشان هي عكس المقاومة النوعية. تمام، الطول فوق ب30 والآر جبتها ب4 من 10 ومساحة المقطع 3 من 10 × 10 أس سالب 4. هنبص كده ندور على قيمتها، هنلاقي 25 هتساوي 25 × 10 أس 5. ندور في الاختيارات، هنلاقي الاختيار رقم ب. نشوف السؤال 55، سلك معدني معزول قطره، انا مش عايزه القطر، اذا كان القطر 1 من 10 يبقى نصف القطر هيبقى 5 من 100، يبقى نصف القطر 5 من 100، بس دي ملي متر، فهضرب في 10 أس سالب 3 عشان احول. مصنوع من سبيكه، المقاومه النوعيه عندي الرو اي بتساوي 5 × 10 أس سالب 7. ماشي، فان التوصيليه الكهربائيه لماده هذا السلك والطول الذي يلزم، عايز التوصيليه الاول، هقول له التوصيليه عباره عن 1 على الرو اي، يعني 1 على 5 × 10 أس سالب 7، هتطلع معايا قيمه التوصيليه 2 × 10 أس 6، اهي كده التوصيليه. ماشي، وعايز ايه كمان؟ قال لي يلزم، والطول الذي يلزم للسلك لاستخدامه كمقاومه 200 اوم، يعني لو انا استخدمته كمقاومه 200 اوم عايز الطول. طيب ماشي، مش الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ تمام، الاي دي هفكها باي ار تربيع عشان معايا نصف القطر. تمام، عايزه الطول، يبقى نقول الطول بيساوي ار باي ار تربيع على الرو اي. ماشي، هنجيب الطول هنقول يساوي الار، هو قال لي لما تكون الار ب200 والباي ب3 و14 من 100، والار احنا قلنا 5 من 100 × 10 سالب 3 الكل تربيع. ماشي، طيب على الرو اي، الرو اي عندي 5 × 10 أس سالب 7، هيطلع الناتج 3 و14 من 100 متر. ادور في الاختيارات، هلاقي الاختيار ده، لان التوصيلية ب2 × 10 أس 6 والطول 3 و14 من 100.